مرحبا، تجربتنا لليوم كتير غريبة. متخيلين انه 15,000 فراشة يكونوا مجتمعين بمحل واحد؟ خلونا نشوف مع بعض. نحن اليوم بالباترفلاي جاردن او ما يعرف بحديقة الفراشات. متخيلين انه هيدا المحل بدون من 50 ل 60 نوع فراشة حول العالم؟ أكثر من 15 ل 16,000 فراشة موجودين هون، بطل بس محل سياحي بس صار بيت لكثير من هودي الفراشات، خلينا نشوفها مع بعض. أول ما تفوتوا من هيدا الباب تنتقلوا على عالم مثل الخيال، أكيد مستغربين كيف هكل هالفراشات عايشين وما في ورود كثير حوالينا، هالفراشات عايشين من ورا الفواكه اللي بحطوها هونيك يلي الفراشات بتغذوا عليها. الحقيقة البشعة على هيدا المحل إنه كل فراشة بتعيش من أسبوعين لثلاث أسابيع. محل بيعتبر بيت لكتير من هودي الفراشات اكيد بده يكون بيحرص على راحتهم، مثل ما شايفين هون انه ممنوع نزعج او نحمل الفراشات هنا عم ياكلوا. خلينا نشوفهم مع بعض. نحن هلا بالقسم يلي بيضم اكبر الفراشات يلي موجوده بهيدا المحل، ما تعرف بالأول باترفلاي أو البومة يلي من فينا نشوف عينا هون. هيدي الفراشات من كوستاريكا تم نقلن لهون على دبي، هيكونوا هلأ موجودين معنا هون. يعني ما فيني أشرح لكم وأوصف لكم جمال هيدا المحل وتنوع هيدا المحل وقديه هيدا المحل غريب. هيدا الاسم بس بيحتوي على فراشات البلو مورفو او الفراشة الزرقاء، عاملين لها اسم خاص لانه ما بتقبل هيدي الفراشات غير ما تكون هي الوحيدة الموجودة بهيدا المحل. حرفيا اذا بدكم تجوا تريحوا نفسيتكم وتنتقلوا على عالم بعيد عن الواقع وبيشبه عالم الخيال مثل عالم الفراشات، ما لكم الا باترفلاي جاردن.